السلام عليكم، مسيتم بالخير. قبل اعطيك قصة الكاهن اليهودي وما فعل في طليطلة، خل بعطيك معلومة في الغالب انك ما تعرفها. اولا ابيك تسمع الصوت هذا. طيب اسمع الصوت هذا. في الوهلة الاولى يمكن ما تفرق بين الثنتين، لكن خل بحطها لك مع بعض. الثنتين نوافير. النافورة الاولى عبارة عن فن نوافير افرنجي، أما النافورة الثانية عبارة عن فن نوافير عربي أندلسي. الأولى صوتها نشاز صعب الواحد يركز فيه، لكن الثانية صوتها عذب رقراق كانوا ينظمون عليه أهل الأندلس أشعاره. كان فيها عالم اسمه عبد الرحمن التجيبي، أبو القاسم أيضا يكنى بالزرقال. عبد الرحمن بغى يدخل التاريخ من أوسع أبوابه. بعد دراسة سنين قرر عبد الرحمن أنه يبني نافورة لم يسبقه بها أحد، فجاء عند باب الدباغين في طليطلة وبنى صرح معماري عظيم. نافورة عبارة عن تقويم هجري. النافورة كانت عبارة عن حوضين ماء. الحوضين هذول يمتلون على مدار 15 يوم ويفضون على مدار 15 يوم، الشهر في 30 يوم. في 15 يوم الأولى يبدأ منسوب المياه في النافورة يزداد حتى يوصل إلى أعلى مدى. بعد 15 يوم الأولى يبدأ منسوب المياه ينزل إلى ينتفض النافورة بشكل كامل. كانت النافورة وهندستها أحد عجائب الدنيا، فكان الناس تروح وتشوف النافورة وطريقة عملها، لكن ما حد يقدر يفكها لين الزرقالي مات ولا حد يقدر يرجعها. سقطت طليطلة، وعام 1133 جاء حاكم طليطلة ألفونس السابع، وكان عنده كاهن أو ساحر يهودي. حنين اليهودي أشار على ألفونس السابع أنه يفك هالنافورة ويعرف طريقة هندستها ويرجعها. قال لا، وبتحدى الزرقالي وبعكسها، أبخليها تمتلي وتفضى في يوم واحد. قال ألفونس السابع إن كان كذلك فرح شوف النافورة. فراح حنين اليهودي وفكك النافورة، لكن ما قدر يرجعها. حاول حاول حاول. ترى الكلام هذا بعد ما استمرت النافورة لأكثر من 150 سنة تعمل. الزرقالي مات وهل طليطلة طلعوا والنافورة ما زالت تعمل. كان اليهودي حنين هذا بعد تفكيك النافورة ما قدر يرجعها، فخربت النافورة. ويقال ان الديناميكية في هالنافورة كانت تعتمد على المد والجزر. تعرفون ظاهرة المد والجزر في المد والجزر الجزر 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 اباكل بعد شوي. تعرفون ظاهرة المد والجزر في 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 البحر؟ يعني في اول الشهر يطلع الماء يتقدم في البحر وفي اخره يرجع. كانت هذه ديناميكية هذه النافورة. ذكر المؤرخين قصة هالنافورة في ثلاث كتب: نفح الطيب، ونزهة المشتاق، وقصور وحدائق عربية أندلسية. يوريك أحد نظم النوافير في الأندلس، واحدة من مئات النوافير. هذا النظام هيدروليكي تخلي النافورة تشتغل بدون كهرب. طبعا النظام مو النظام الخارجي، نقصد النظام الداخلي، لأن الخارجي ما هي أنه يكون أندلسي أبد أتوقع. خلينا نشغلها مع بعض ووريكم الطرق نظم النوافير في الأندلس بدون كهرب. ضغط مويه مع ضغط هواء طلع لك نافوره شغاله 24 ساعه. نتمنى انك ما تصلح التجربه في بيتكم، لانك يمكن تنام برا البيت. شوفوا شلون ربصنا البيت. كان هذا كل شيء عن نافورة طليطلة وعن حنين اليهودي الفاسد وعن هندسة المسلمين وبالأخص العرب منهم.
السلام عليكم. كان هذا كل شيء عن نافورة الطليطلة وعن حنين اليهودي الفاسد وعن هندسة المسلمين وبالأخص العرب منهم. السلام عليكم.